المكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، كنا قررنا أننا غنعقدوا دورة استثنائية للمجلس الوطني. هذه الدورة الاستثنائية كان فيها نقطة واحدة وفريدة وهي التطورات الأخيرة التنظيمية. كيفما تابعتم أنا اليوم دورة استثنائية في ظروف استثنائية للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط بصفته اليوم هو الجهاز الذي يراقب عمل المكتب الوطني المركزي، ثم الرأي العام الوطني اليوم والرأي العام المهني، لاحظ أن ما أقدم عليه الكتيب العام للمنظمة الديمقراطية شو من قرار انفرادي ومن عبث يعني في تجميد عضوية المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك اللي اليوم هي عند امتداد وطني عندها 4 أو 5 ديال القطاع ديال النقل النشيطة تؤطرها وتنظمها، وكذلك قرار طرد الكاتب العام الوطني المركزي يعني بقرار انفرادي بمزاجي. ما عرفناش اليوم هاد الناس هاد القرارات اللي كتخرج خارج الأجهزة، لأن اليوم هاد القرار هو أنا أؤكد أنه قرار انفرادي لا علاقة له بمكتب التنفيذي، لأن أصلا المكتب التنفيذي بعد اطلاعنا على الأوراق يعني القانونية ديال المنظمة الديمقراطية الشعب على المكتب التنفيذي منذ 2012 ما تجددش، واللي بقاو فيه هما 5 ديال الأعضاء، إذا ما كاينش هناك محضر أولا. ثانيا أن كل الأمور التنظيمية هي كتمر عبر المكتب التنفيذي ولجنة الحكامة والمجلس الوطني ديال المنظمة الديمقراطية الشعب ما انعقدش تقريبا 3 سنوات، وكذلك المؤتمر الوطني ما تنظمش في المنظمة الديمقراطية الشعب منذ سنة 2012. إذا أولا الكاتب العام حنا نعتبره فاقد للشرعية والأهلية، وكذلك فاقد لكل يعني كل القرارات ديالو هي مرضوضة عليه. اليوم الجامعة المجلس الوطني اللي حضروه كل تقريبا أغلبية جهات المملكة هي يعني حضرات لغاية ظروف احترازية، أننا كنا يعني سننظم هذا المجلس في قاعة يعني ماشي عمومية قاعة الأفراح، ولكن مع الأسف جانا قرار المنع نظرا للظروف الاحترازية اللي كتعرفها البلاد ديالنا، وكذلك تفشي الوضعية الوبائية، وكان العدد كبير وكبير جدا. السلطات يعني خافت ان هذا المجلس الوطني الاستثنائي يخرج لا قدر الله بعض يعني البؤر الوبائيه، ولكن اليوم حنا جينا للمقر ديالنا رغم ان ظروف العمل في المقر او ظروف الاجتماع في المقر هي غير ملائمه، ولكن حنا كنبقاو مناضلين. المهم اننا اجتمعنا، وكنبغي بالمناسبه نشكر كل الاخوان وكل يعني الهياكل اللي حضرات من كل جهات المملكه وكل قطعات النقل كانت ممثله اليوم داخل هذه الدوره الاستثنائيه للمجلس الوطني، والتي قررت بالاغلبيه سحب عضويه المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط من المركزية النقابية للمنظمة الديمقراطية الشغل والاشتغال يعني في إطار وحدوي، إطار نقابي يضم كل المهن وكل أنماط النقل، بعيدا على كل يعني القرارات البيروقراطية، وبعيدا على كل القرارات يعني اللي اليوم ضرات بالجسم النقابي الوطني. كنشاهدوا هذا الشيء في مجموعة ديال المركزيات النقابية. مع الأسف المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك الوقت اللي تأسست داخل المنظمة الديمقراطية الشغل عطات القيمة المضافة لهذه المركزية، ولكن اليوم ان القرار اللي خدا المجلس الوطني او سحب العضويه ديالو، وهذه خساره لهذه المركزيه النقابيه الفتيه، ولكن سنظل نناضل ان شاء الله الرحمن الرحيم من اجل ان نوضح للراي العام الوطني والمهني كل امور كل الخروقات اللي اليوم داخل هذه المنظمه هي متفشيه، ومع الاسف ان المنظمه اليوم غاده في طريق الانحدار وغاده في طريق اللي ما غايقدرش يخدم الطبقه العامله وكذلك المهني اللي كينتظروا من المركزيات النقابيه ومن النقابات ككل عده يعني فتح عده ملفات وفتح عده اوراش اللي اليوم كيعانيو منها المهنيين ديال النقل خصوصا وخصوصا السائقين المهنيين منهم. معكم بوزيد الطالبي الكاتب العام منظمة الديمقراطية واللوجستيك متعددة الوسائط في مدينة العيون الصحراوية. اليوم قرر كما شفتوا كاملين وحضر المجلس الوطني كامل قرر بأن ينسحب من لودة تيل، ساحب منها، خذ القرار كاملين، كان تصويت بالأغلبية للانسحاب، ونحن رانا الحمد لله مستمرين في نضالنا، لين الثقة الكاملة في الكاتب المركزي مصطفى سعود، عاطينه الصلاحية كاملة يأخذ القرارات، أي شي حاجة خطوة خطاها نحن معاه ونحن وراه. مدينة عيون نحن قرار أخذه من مدينة عيون، فوضينا الحمد لله من مدينة عيون قرار واخذينه بالثقة الكاملة، وعاطين ثقتنا كاملة الأخ مصطفى شاعون، وعاطين ثقة كاملة المكتب المركزي، ونحن وراه وحنا معاه. تحية لإخوان كاملين.